خلال أشغال دورته العادية لشهر مايو، صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط بالأغلبية على المنحة المخصصة لمجالس المقاطعات الخمسة التابعة للنفوذ الترابي للجماعة برسم سنة 2019 والبالغة قيمتها الإجمالية 90,500,000 درهم. وتتوزع هذه المنحة التي تمثل 10% من ميزانية الجماعة على حصة التدبير التي خصص لها المجلس الجماعي مبلغ 81,450,000 درهم وحصة التنشيط التي رصد لها مبلغ 9,050,000 درهم. وصادق المجلس بأغلبية أعضائه خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الجماعة محمد صديقي على مجموع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والبالغ عدد 14 نقطة همت على الخصوص الموافقة على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي والدراسة والمصادقة على مشروع توسيع وتقوية الطريق المؤدية إلى الجولف الملكي ونادي الفروسية بدار السلام والموافقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير وصيانة منتزه الحسن الثاني. وعرفت جلسة اليوم أيضا عرض مجموعة من الإحاطات تقدمت بها الفرق الحزبية المكونة للمجلس الجماعي وتتعلق أساسا بإشكالية النقل العمومي داخل المدينة وغياب تصميم التهيئة الخاصة بالعاصمة وإعادة النظر في الأسواق النموذجية التي أحدثت لاحتواء الباعة المتجولين لبعدها عن الساكنة وغيرها.